منتجون رغم الحرب، وصناعيون مؤمنون بمستقبل بلدهم، خطوط إنتاج جديدة وأنسجة حيكت بأياد سورية ربما هي ليست خلاصة المشهد ضمن أروقة أجنحة الصناعات النسيجية التي تفردت بمساحة واسعة ضمن معرض دمشق الدولي هذا العام. عن مشاركة إحدى شركات صناعة الألبسة حدثنا مدير الشركة: أهمية معرض دمشق الدولي هي عودة سوريا للحياة للإعلام الخارجي. نحن صحيح أنا وراحت ما عملنا ووقفنا، ولكن نحن تمينا صامدين وتمينا عم ننتج ونصدر ونبيع الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية. سوريا معروفة تمام من زمان كمان بموضوع إنتاج الألبسة الولادية، الألبسة الرجالية والولادية عربيا نحن الأول. ولولا الأزمة اللي صارت نحن بسوريا عنا، لكننا تطورنا أكثر وصمدنا وصدرنا أكثر وانتشرنا أكثر من هيك. ولكن أنت بتعرفي الأزمة اللي صارت بسوريا هي اللي لبكتنا شوي، ولكن الحمد لله رجعنا صممنا واشتغلنا وصمدنا بهالمرحلة هاي. صعوبات كثيرة واجهها قطاع صناعة الألبسة السورية، لكن وحدها الإرادة والإصرار السوري على الإنتاج كانت البوصلة. قدرنا نتجاوزها بالتكاتف مع بعض، اعتمدنا على العمل انه بالورشات الصغيره نشتغل نضل بالسوق، نوعيه القماش اللي عم نشتغل فيه، بالخياطه، بالاهتمام بهذا الموضوع. نحن عم نهتم بالورشات بشكل كتير كبير مشان نغني سوقنا بالانتاج المحلي المتميز، مشان الشخص اللي بده يجي والمستوردين بده يجوا من برا يشوفوا انتاجنا متميز. يعني نهضة نسيجية جديدة وعودة لألق الإنتاج والتصدير السوري كانت بشرة خير باح لنا بها كثير من الصناعيين السوريين في معرض دمشق الدولي بدورته 59 من جناح الألبسة النسيجية للإخبارية السورية. إرمين عمار.